بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. اليوم الجمعة 18 شباط سنة 2022، معكم فواز حسين من قرية حرفيش في الجزيرة العامة. أنا موجود في الجهة الجنوبية الشرقية من بحيرة طبرية، في الجهة الجنوبية من هضبة الجولان، وين على أنقاض قرية سورية مهجرة اسمها التوافيق، اللي هي مطلة على بحيرة طبرية على غور الأردن. ومثل ما شايفين فعلي في هون دبابة سورية من سنة 67، بعدها موجودة تحكي تاريخ المنطقة. غار منك هسه بدي اقول لها هيك، وبدي اومك وقش يا كين، بس اجرب لك بورتريه. دبابة سورية قلنا عام 1967 قبالة في اللي قبل انا احسن ما تنسي منطقة الغور وبحيرة طبرية. شكرا لكم، ان شاء الله نلتقي في يوم ثاني في محل ثاني. حلوة والله مع بعض.